كيف حاولت الانتحار؟ عادي فتت على التواليت لقيت علبة هايبكس شربتها، بعدين ما بعرف شو صار. كلور. أدي عمرك زهرة؟ 22. شو قصتك يا زهرة؟ قصتي قامت مع بابا وماما تركوا بعض. عشت عند عمي. طبعا عمي كان انه كيف يعملنا زي الخدمات، انه بدكم تناموا بدكم تقوموا اشتغلوا عندي. طبعا عمي ما قدر يتحمل ودانا عنا مؤسسة. طبعا المؤسسة فيه لحد معين عمر بيطلعوا. هذه المؤسسة عوضت لك بعض الحرمان اللي عشتيه؟ مش لا مو كثير مو كثير. بهذه يعني الفترة الأم الأب سألوا عنك؟ لا ما بعرف عنهم إشي بالمرة، ولا حتى يعني هلأ لو شفته ما يعني ما بعرف كيف شكلهم، يعني لو هلأ إجوا وشفتهم ما بعرف كيف شكلهم بالمرة. زهرة خرجت من الميتم من المؤسسة، لوين رحتي بعدين؟ قد ايه كان عمرك وقت خرجت من الميتم؟ تقريبا كان عمري 13 سنة 14. بنت عمرها 13 سنة محرومة من أم محرومة من أب، تخرج من الميتم إلى الحياة وإلى المجهول، وين رحتي؟ طبعا رحت عند عمتي. طبعا عمتي نفس الإشي، بدكم تقعدوا عندي بدكم تشتغلوا وتكنسوا وتنظفوا. اضطرتنا مرة بالليل أكثر من مرة، طبعا الساعة 2:30 3 بالليل وكانت الدنيا عم بتشتي، حكت لنا يلا روح عند عمكم. طبعا رحنا عند عمنا قعد يحكي لنا إنه ما إلي قرايب ولا شيء، روحوا محل ما رجعتوا. رجعنا عند عمتي كبت علينا مي والدنيا عم بتشتي، مية غسيل. اف ليه؟ تكرهنا ما بعرف ليش تحكينا يلا روح عند عمكم، انا ما بعرفكم. بعدين اليوم انت وين؟ انا هلا انا واختي عايشين مع بعض لحالنا. ما في حدا جرب يعني اختك ام حدا من محيطك حدا قريب منك، ما حدا جرب يخلصك من هذا الاكتئاب اللي انت عايشه فيه، من هذه المأساة اللي انت عايشه فيها؟ حاولت اختي كثير بس مش عم تقدر، لانه ما في شيء يعني يخليني اتشجع لحتى اعيش بالمره. شو اللي بينقصك؟ اللي بينقصني الحب، الحنان، العاطفه، الامان. ما عم لاقي هذا الاشي. فعشان هيك فكرت اني انتحر، ما اضلني عايشة. بأي عمر قررت اخذتي قرار انه تقتنعي على الانتحار؟ اول مرة كان عمري 16 سنة. شو كان السبب؟ كان السبب انه ابن عمتي اجى بده يغتصبني. فشربت دواء. مين حاول يخلصك؟ اختي. ما وعيت على حالي لقيت حالي بالمستشفى. تاني مرة عشان رفيقي. صديق؟ هو مو صديق، هو حبيب. حبيب. شو اللي صار؟ صار كنت رايحة عنده على البيت عشان أشوفه، دخلت لقيته يعني في موضع حرج كثير هو وصاحبيتي. فانصدمت، طلعت روحت على البيت. طبعا انجنيت انه ما عرفتش ايش بدي اعمل.
هذا هذا الحبيب ساعدك بمحل معين بمرحلة معينة على تخطي عذابات الطفولة؟ هو كيف يعني زي اللي عيشني بعدين من هذا الموقف رجع موتني. عيشك يعني عطاك أمل بالحياة. ايه. كيف شفت الحياة معه؟ كتير كانت حلوة وكتير كنت حابة يعني أضلني معه وأضلني عايشة. يعني بطلت أفكر زي أول إنه بدي أنتحر خلاص بدي أنتحر إنه ما بدي أعيش. بعدين لما شفته في هذا الموقف يعني حرج كتير كتير بعدين مع صاحبيتي يعني وأعز صاحبة لإلي كرهت كل شيء قدامي كرهت الناس وكرهت أمي وكرهت أبوي كرهت كل شيء. حاولت مرة تانية. مين أنقذك هذه المرة؟ شو كيف انتحرتي؟ كيف حاولت الانتحار؟ عادي فتت على التواليت لقيت علبة هايبكس شربتها بعدين ما بعرف شو صار كلور بعدين ما بعرف شو صار وتغبتي عن الوعي ما بتتذكر شيء شو شفتي صورة سوداء يعني بهذه اللحظات هيك إشي لاف وقعت. مين أنقذك هذه المرة؟ برضو نفسها أختي هي يعني أنا مع إني ما بدي أضلني عايشة عن جد يعني نفسي أموت ما تشكريها؟ ما بتشكريها؟ لأنه ما بدي أضلني عايشة